بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الامتحان بتاعنا الاختياري، ودي أول حاجة بطمنك بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يا جماعة، إحنا السنة اللي فاتت عملنا تجربة الامتحان ده وكانت تجربة ناجحة جدا، فأنا دلوقتي هكلمك على التفاصيل، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يجعل فيه فايدة كبيرة بإذن الله. أول تفصيلة، هو الامتحان ميعاده إمتى؟ الامتحان ميعاده يوم 2/6. عارف انه متأخر، ولكن هي الظروف جت كده، احنا بنجهز له من بدري، بس هو يعني ده اللي قدرنا نعمله. الامتحان ميعاده يوم 2/6 اللي هو هيوافق يوم الجمعة ان شاء الله الساعة 8 صباحا بإذن الله. طيب المكان هيبقى في كل السناتر اللي احنا بنشتغل بيها أو بنشتغل فيها في نفس التوقيت إن شاء الله. طيب الامتحان مدته إن شاء الله 4 ساعات. الامتحان هتبقى مدته 4 ساعات. طيب بالنسبة لعدد الأسئلة، إحنا جبنا يعني الطريقة بتاعة امتحان السنة دي إن شاء الله، وضربنا عدد الأسئلة في 2، فإن شاء الله الامتحان هيبقى 92 سؤال. محدش يقول الأسئلة كتير، السنة اللي فاتت عملنا التجربة دي وكانت 180 سؤال. بس يمكن السنة اللي فاتت جبنا الأسئلة كلها من أسئلة امتحانات السنين السابقة. السنة دي هنحاول إن هو يبقى فيها شيء جديد شوية. وهتبقى بنفس طريقة امتحان السنة دي إن شاء الله. فطبعاً الهدف الأساسي هو تزويد سرعتك في الامتحان. أنت لما هتتعامل مع 92 سؤال في 4 ساعات، فانت كده بتستحمل يعني حمل زيادة عن اللي انت هتتعرض ليه في الامتحان. اذا انت حليت في ال4 ساعات دول من اول 50 سؤال حليتهم في 4 ساعات، فانت ممتاز، وان شاء الله اخر السنة هيبقى الموضوع بالنسبة لك سهل ان شاء الله. طيب السنة اللي فاتت احنا اتفاجئنا ان في ناس لما كان الامتحان 180 سؤال في ناس والله ما شاء الله اللهم بارك قفلوا. انت بتبقى داخل مخضوض شوية في البداية، انما اول ما هتبتدي تتعامل مع الورقة هيبقى الموضوع بالنسبة لك خلاص بقت يعني ايه معركة وانت شغالها، وان شاء الله هتكسب فيها بإذن الله. ايجابياته كتيرة جدا. اولا هتكسر حاجز الخوف، الامتحان طبعا على المنهج كله ان شاء الله. ثانيا في نفس الوقت مفيش حاجة هتخليك جاي وانت مجبر، بمعنى اي حد ظروفه مش هتسمح انه يجي الامتحان ما يجيش. الامتحان ده اهم حاجة فيه انه اختياري، مفيش عقاب للي مش هيجي خالص. هيقول لي طب انا ضميري بيأنبني اللي فيه امتحان وانا ما جيتش، ما دي مش هنعرف نعمل فيها حاجة. انت دلوقتي اذا ظروفك تسمح تيجي. طب افرض واحد مخلص الكهربية بس ومش مخلص الحديثة وعايز يجي يمتحن، يجي يمتحن بس يبقى عارف ان هو بيصنف نفسه أو هو بيجيب درجة بالنسبة للكهربية. يعني كل واحد يبقى عارف هو داخل هيعمل إيه وهو بيحاسب نفسه، فلو قال لو درجته قلت يبقى راجل منطقي في تقييمه لنفسه. طيب الناس اللي إن شاء الله هتكون مخلصة في الوقت ده، إحنا السنة دي عملنا مجموع جوائز للعشرة اللي هيطلعوا الأوائل. الجوائز دي مجموعها 60,000. 60,000 جنيه إن شاء الله ده الإيه التوتال، عشان برضو احنا مش عارفين. افرض العشر الاوائل جابوا درجات زي بعض يبقى هيتقسم عليهم بالتساوي. افرض كانوا مرحلتين هنقسمها بنسبة 2:1، فهنشوف. بس ده مجموع الجوائز بتاعت الناس ان شاء الله. طيب كمان محدش يفكر ان الامتحان هيبقى سر ومش هنعلن عنه والكلام ده، لا، عشان برضو الناس اللي هي عايز يشوف الامتحان وعايز يشوف الدنيا شكلها ايه. احنا بعد انتهاء الامتحان هينزل في صورة ملزمة للناس بإجاباته. فالموضوع انا عايز اشيل عنك اي عبء نفسي ان انت تبقى مضطر تيجي عشان خاطر الامتحان، لا، انت هتيجي ان شاء الله وانت يعني مطمئن وانت جاي بمزاجك تماما، جايب معاك حاجتك اللي انت هتحتاجها اثناء الامتحان، وقاعد وساكت تماما، مفيش مجال انك تبص يمين او شمال، هيبقى الموضوع فيه مراقبة، مفيش مجال خالص انك تبص خالص في اي حتة ان شاء الله. بتوفر لنفسك يعني
مود مش عايز اقول اصعب من مود اخر السنه، ودي مش حاجه وحش، خلينا منطقيين في حكمنا، لان في ناس انتقدتني السنه اللي فاتت مع ان هو انتقدني هو بره الموضوع. الناس اللي معايا فهماني كويس قوي. انا دلوقتي بفكر بنفس تفكير المدربين، اللي هو اللي هو المتدرب بتاعه هيخش في سباق 100 متر فانا بدربه على 150 وما حدش له حاجه عندي. الطالب بتاعي اللي عارفني وعارف طريقتي فهمني كويس جدا. انا هعمل تدريب قاسي شويه وقوي شويتين عشان خاطر انت كالعاده بفضل الله تخش تشوف امتحان اخر السنه بالنسبه لك هزار. السنه اللي فاتت الامتحان كان شديد والناس كانت بتنتقدنا قبل الامتحان، وبعد الامتحان عرفوا ان اللي احنا عملناه صح. واسال الاجيال اللي فاتت. احنا التجربه بتاعتنا ان شاء الله، والله احنا بنحاول يعني الاختيار الاول في يعني في معتقدنا واحنا بنشتغل ان احنا نفيد الطالب، وان احنا ما يبقاش الموضوع يعني في اي نوع من الضغط. اللي عايز يجي، طب حتى طالب مش طلبتنا يا استاذ نيجي يا استاذ، مش هقول لك لا، تعالى. لو طالب عاوز تختبر نفسك وتشوف قدراتك وتحضر معانا اهلا وسهلا، تعالى امتحن معانا، مش هنقول لك لا. بس في السناتر في المواعيد بتاعتنا ان شاء الله، وكل واحد من الطلبة عارف سنتره فين، فهتيجي ان شاء الله. ولو في تفصيل هتضاف، وانا بتكلم مثلا زي حجز الميعاد الامتحان عشان برضو العدد ما يبقاش في 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 سنتر معين زياده وفي سنتر تاني مش زياده، هيبقى في حد اقصى برضو للعدد عشان نقدر نسيطر في موضوع المراقبه على الامتحان ان شاء الله. الدرجات هتبقى معلنه ومش معلنه في نفس الوقت عشان خاطر احنا في وقت حرج ومحدش عايز حد ولا ينتقده ولا حد يحسده، فاحنا بندي ارقام زي ارقام الجلوس، فكل واحد بيبقى عارف رقمه كام، تمام، وبينزل الدرجه. انا مثلا رقم 220 فهشوف درجتي، مش لازم اقول للناس بقى ان انا رقم 220، هو 220 جايب كذا، فكل واحد هيعرف درجته اول ما يتم التصحيح على طول هننزلها على الصفحه. طيب انا كطالب جيت حضرت الامتحان، من ضمن الفوائد هي كميه الاسئله اللي احنا هنراعي فيها، نفس تنظيم الامتحان ونفس طريقه الامتحان، وكل فصل عليه كم درجه بالظبط، يعني نفس المعدل هنمشيه بالظبط ان شاء الله. طب انا طالب عرفت 50 سؤال و40 سؤال ما عرفتهمش، من اقل الفوائد اللي انت هتكتسبها ان انت هتعرف اجابتهم، يعني هتضيف لرصيدك كميه كويسه جدا من الاسئله باجوبتها. كمان انت وانت ماشي هتاخد معاك الملزمه اللي فيها حل الاسئله كلها، فانت مش هتقعد تدور ولا هتحتار بعدها، انت يعني هتعمل على طول تصحيح ذاتي لنفسك، والاسئله اللي وقفت قصادك انت هتدخلها في رصيدك المعرفي على طول. فان شاء الله ربنا يا رب يجعل في الامتحان فايده. وبكرر تاني، مفيش حاجه خالص تخليك تيجي وانت مش عايز تيجي. هتقول لي الامتحان متاخر هتنتقد، يا اخي والله كل واحد عنده ظروفه، احنا حاولنا الامتحان ده يبقى بدري على قد ما قدرنا، بس كل حاجه كانت بتحصل هي بقدر الله. المهم ده معاد الامتحان متوافق معاك على راسنا، مش متوافق لو سمحت يا ريت بلاش تنتقد وبلاش تقول كلام سلبي. احنا بنحاول دايما نوفر الفايده على قد ما ربنا بيقدرنا، محدش بيحب يأثر ولا حد بيحب يعمل حاجه سلبيه مع الناس. احنا يعني الظروف خلتنا نعمل الامتحان في الميعاد ده، فان شاء الله موفق باذن الله وتيجي على راسنا من فوق. طيب ما كانش يا سيدي يبقى انت ممكن تاخد الملزمه، ما كانش يبقى خلاص ما تاخدش الامتحان خالص، واحنا ان شاء الله توفر وقت هحل الامتحان بعد كده وانزله في صوره فيديو باذن الله يبقى مفيد للناس كلها ان شاء الله. فمش عاوز اطول عليكم اكتر من كده، استمروا في الدعاء واستمروا في الشغل وسيبوها على الله. حاولوا توصلوا للمعادله اللي بين الشغل على اخرك وان انت في الاخر تسيبها على الله، عشان خاطر ربنا هيختار لك احسن من اختيارك لنفسك. مش بطول عليكم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.